بآي ويتنس لليوم رح نتعرف على سيدة الأعمال الإماراتية اللبنانية رباب النعيمي اللي موجودة معنا اليوم بستوديو بجولتها على أكثر من بلد. اليوم هي موجودة بلبنان، رح نتعرف عليها أكثر. بونجور. بونجور، كيفك اليوم؟ الحمد لله. يعطيك العافية. نحن رح نحكي بعد شوي عن برنامج عم بتحضريه وصورتي أكثر من حلقة منه عم يبرم على مختلف أنحاء العالم، ولكن قبل تنتعرف عليك كسيدة أعمال إماراتية لبنانية من الجنوب بالأصل. أيوة نعم. من وين الجنوب؟ اسمها برج ألواي. هي قضاء بنت جبال. ولكن بمجال الأعمال من يعني انطلاقا من الإمارات برعتي بأكثر من مجال وإدارة هيك الأعمال بكثير من الميادين، وكأنه كل مرة عبالك تفوتي بغمار مغامرة جديدة كل الوقت. ما هو الواحد إذا عنده طموح أكيد يعني وهدف أكيد بده يضله بهالحياة أنه يشوف الأحسن ويتطور للأحسن، ودائما المرأة اللي بيكون عندها ثقة بنفسها وعندها طموح وهدف أكيد رح تدخل بمجالات أكثر من أنها هي تكون محصورة بس كأم في البيت يعني. وهي أكيد لما تكون ناجحة ببيتها رح تكون ناجحة بدمها العمل برا. كرمتي كأهم امرأة أعمال 2013 بلبنان العربية هون بكازينو لبنان. وطبعا كانت هيدي شهادة حلوة بالنسبة لإلك، ولكن اليوم عم تتجهي أكثر لحتى توصلي المسج من خلال التلفزيون. خبرينا عن الشغل الجديد مع رباب. مع رباب هو حالة اجتماعية واقعية موجودة طبعا ما في إضاءة عليها كتير، الناس مش مهتمة بهاي دول النساء اللي هن عربيات بس محجبات، وفي قسم كبير كمان عربيات مهاجرين. يعني أنا برنامجي بيتكل أنه سافر لكل بلد وقابل حالة طبعا ضيفة بتعاني من مشاكل اجتماعية حتى بحجابة أو مش محجبة، وبنفس الوقت المشاهد رح يكسب معلومات كبيرة عن البلد رح نزورها، ورح يكون في تيبس للمرأة العربية المحجبة، ورح يكون في رسالة عبر مع رباب أنه الغرب اللي ماخدين فكرة عن المرأة العربية وخاصة المحجبة أنهم بعدهم مضطهدين مش متطورين. لا، أنا عم بثبت بكل بلد عم روحه، وهيدا عم شوف أنه قديش الأوروبيين فعلا ما عنده فكرة، ما بيعرفوا أي شيء، يعني أنه كلنا قطيع واحد. اي ما يعني هن مثلا بيعرفوا بيميزوا بعضهم من بعض، بيعرفوا عاداتهم. ونحن كمان بالبرنامج كمان بنتعرف على عادات كل بلد بنسافر، يعني ايه ما عندهم ادراك لفرديه الانسان. لا خلص عرب يعني ما عندهم، ما مفارقين انه ومفكرين. بتعرفي خاصه هلا الموجه اللي صايره وعن المراه كمحجبه انه كأرهابية أو لا، في كتير هذا الشيء. هلا البرنامج بيركز بمطرح من المطارح على الحجاب وعلى هالتربان إذا فينا نقول يلي يستعمل لغنيات كتير تانية عن المرأة المسلمة. صح. الاستعمال هو كحجاب، ولكن رح الناس يفكروا أنه برنامج كامل عم بيركز على الحجاب. قد ايه بدك تعملي فيه أشياء جديدة؟ إذا بلشوا يحضروا رح نشوف تريلر هلا، رح يشوفوا قد ايه في أشياء كل مرة جديدة نقدر نتعرف عليها بها الحجاب بالتحديد. أكيد في نقل كبيرة كبيرة رح تكون للمحجبة وغير محجبة، لكل مرأة غربية حتى. يعني أنا كان يصادفوني كتير أنه وقت التصوير أنه حابين اللوك وعلمينا كيف، وعطيت كذا تبس لكذا سالون يعني موجودين هونيك بيقولوا بيسألوا كتير عنا، لأنه في جاليات عربية كبيرة مهاجرة فبحبوا أنه يغيروا. حتى في مواقع ممنوع يدخلوا فيها وهن محجبين، يعني في بلاد ناصة هذا القانون. ففيكي نحن ما بنقول تحايل على الهيدا، بس ليش ما بنأرجيهم انه الفكره اللي هن مانعين فيها تدخل؟ لانه حتى المحجب اللي برا
طريقتها بدخولها للعمل او شيء، انه ما عم بتأرجيهم تثبت لهم انه هذا الحجاب يكون للاحسن للافضل مرتب على الموضه، وهذا الشيء موجود بالبلاد العربيه بس للاسف برا لا. فانا هيدي برسالتي من عبر برنامجي وصلت كثير اشياء كانوا فاهمينها غلط عنا، وحتى في يعني سيدات عربيات حابين انه يخطوا هيدي الخطوه، لما يشوفوا برنامج مع ربا ويشوفوا الريلوك اللي عم بيصير اكيد رح يتشجعوا. خلينا نشوف تريلر عن ربا. My God, my children, my program. خليش دائما على ثلاثة شغلة كثير مهمة بالنسبة لإلك. أكيد ولكل إنسان، يعني بيضل الواحد عنده أشياء بحبها بحياته وبتكون هدف بحياته أو الباور اللي بتعطيه اندفاع بالحياة. يعني أنا عندي ثلاثة، هي الله وولادي وبرنامجي. فلما بكون انت عندك شيء، وكنت كل ما روح يسالوني وكنت اسال كل حدا، فما في حدا ما عنده شيء، وسبحان الله ثلاثه يعني اشياء بحبها بفضلها بحياته، فحبيت يكون هذا اللوجو تبعي. مع رباب يبرم بي يعني بلدين كثير، كانه كل حلقه كمان عم بتكون ببلد. نعم. فبكل بلد راح تنبشي على شخص، تغيري له اللوك، تغيري له طريقه تفكيره، تغيري له لايف ستايل، تغيري له حياته بالنهايه. نعم. ومنحقق له أمنية كمان، أمنيات. أي يعني نحن طبعا عبر السوشيال ميديا بيجينا كتير حالات ومحجبين وغير محجبين، أنه هني حابين يتعرفوا علي، حابين أني أجي لعندهم عندها مثلا مشكلة. طبعا أنا بروح لعندها، بنصور تقريبا 4 أيام، بتعرفني هي على البلد وعاداتها، لأنها هي بتكون بالأصل عربي او حتى من البلد. يعني بتشوفي بكره بالحلقات انه في ناس ما بيحكوا عربي، بس عندك ببيلاروسيا كانت معي من بيلاروسيا، وحالتها انه مخطوبه لرجل عربي وحاببها انه تتحجب، فهيدي كثير كانت حلوه الحلقه وفعلا عملت ضجه وعملت نقل كبيره بالنسبه، حتى مثل ما قلت لك انه عم بيشوفوا كيف عم بيكون الريلوك تبع رباب، المحجبه وغير محجبه فيها تلبسه. مين هو فريق العمل بمع رباب؟ طبعا هو البرنامج انتاج عطوي برودكشن شركتي، واخراج المبدع هاني خشفي، وطبعا معي اكيب كبير من 20 شخص، اعدادي وتقديمي، وان شاء الله يعني على اول ديسمبر رح يبلش ينعرض. كمان كثير من المساعدات الاجتماعيه والنشاطات الخيريه، وانت نشطه كمان بمجال حقوق المراه. على كل حال مع رباب يعني هون ببين النشاط بمجال حقوق المراه. ما هو ده اللي عم بقول لك اياه، انه لما بكون عندك رساله، طبعا نحن هلا صرنا بعالم الميديا، أكيد رح توصل رسالة أكثر إذا عبر التلفزيون والسوشيال ميديا، فهيدي كتير أثرت أنه أكثر بينت الرسالة اللي أنا بدي وصلها أو اللي بدي يوصل لرباب أو اللي بدي يعمل شيء جديد، بلاقي نقلة فعلا بتتغير أشياء كتير معه من بعد ما يشوف البرنامج أو تنعرف أكثر رباب بالمجالات الكتير. وهيك بتتغير يعني الأشخاص نظرتهم لحالهم فبتغير نظرتهم للآخرين وللمجتمع وللحياة تبعيتهم وحياة اللي حولهم. خلينا نشوف دعاية للبرنامج. Thank you.
على كل حال بعالم الفاشن الموضة والأزياء يعني أنت عندك هواية كمان. ما هذه هي مختلف يعني ميادين الموضة والأزياء والمكياج والشعر وكل شيء يعني. إيه ما هو بلشت التشجيع لما أنه كثير من أصحابي أو مساوين ما روح بالفتلوا نظرهم الستايل تبعي، وأنا بنفس الوقت عاملة بيوتي صالون كمان الريلوك من لبس من كل شيء بخص المرأة بالبيوتي. فهيدي الشغلة كمان ساعدتني أكثر أنه أفهم المرأة. وبتعرفي بالخليج أنا ساكنة بالإمارات بأبوظبي تحديداً، فبتشوفي انه الخليجيات والناس اللي عايشه هناك المحجبه او غير المحجبه قديش انه هن على الفاشن وعلى الموضه ودائما بحبوا الجديد. فهيدا الشيء قلت ليش انا ما بسبته برا، يعني خلي بقى خلص هالفكره اللي اخذينا على العربيه انها هي مش متعلمه انها هي بعدها محصوره. لا هيدا كله رساله، يعني انا عم بوجه هيدا الشيء بس فعلا حالات واقعية ولازم تتعالج. وكلنا عم نحكي عن اهتمامك أكيد بالأعمال الخيرية وبعقل حتى مع بمعرباب في أمنيات بدك تحققيها، في مشاكل بدك تحليها. فكان البرنامج وهو البرنامج فاشن بس بنفس الوقت اجتماع وبنفس الوقت أمنيات عم تتحقق ومشاكل عم تحاولي أنه تحليها، ولكن كمان على أرض الواقع ومع أكثر من مؤسسة خيرية واجتماعية كمان عم تشتغلي بلبنان. الحمد لله. شوف الإنسان بتخلق هيدي بالفترة معه، وفي كتير سيدات أو في كتير أصحاب أيادي بيضة بس كانوا يعني شوي أنه ما بيعلنوا ما بيحكوا هيدا الشيء. أنا كنت مثلهم بالأول بس بعدين شفت أنه نحن صرنا بكل شيء الواحد بحب يقلدك فيه، يعني حتى خاصة هي عدوى منيحة هيك عم ننعدى من كل شيء، خلينا نعدى بالأشياء المنيحة. نحن النساء عادة أنه من غير من بعضنا مثلا بتشوفي هاي حاملة شنطة حلوة أو سيارة أنه ليش أنا، طب خليني كمان أنا شجعهم بهذه الطريقة أنه وين كنت اليوم ولا في هيك في هذه الحالة. فناس أنا هذا الشيء من زمان فيني، بس مثل ما قلت لك لما بتصيري أنت عبر الميديا ومعروفة هاي الأشياء بدها تتعرف عني. وأنا فضلت يعني لأفضل سيدة عربية سيدة أعمال عربية. مش بالأعمال أنه كبزنس، أنه كمان كانت تتوجه هيدي الأعمال الأعمال الخيرية. فهيدي الضوء لازم يتسلط عليها والناس تتعلم يعني تشوف أنه الحمد لله في ناس بعد وفي ناس كتير عم تعطي. بس رباب هالمرة عم تعطي بس عم بتقول عم بتورجي الواقع كله بالبرنامج، مش مثل أي برنامج عادي فاشن أو ريلوك لا، في حالات مثل ما عم بتقولي أنت بالبرنامج كتير رح تفيد من المشاهدين. اليوم بعد ما عرفنا وين رح نشوف البرنامج أكيد قريبا رح نعرف أو كمان عم نكون عم نتابع. أهلا وسهلا فيك رباب النعيمة ببلدك طبعا، مستقبلك كإماراتية بس كمان كلبنانية. أنا يعني جذوري لبنانية وهويتي إماراتية، وبفتخر أنه أنا من هالبلدين اللي هني أصلا بلد واحد بعتبرهم. رح نختم بفيديو عنك رباب النعيمي، أهلا وسهلا فيك. يعني على فكرة هذا كله حصري للأب تي في، أول مرة بيطلع البرومو أول مرة بيطلع الميكينج أوف، بتشكركم. عم بيقولوا لي كمان بالرجيء إن وردنا اتصالين عن حالات ساعتية وبيشكروك، نحن بنشكرك كمان. أهلا وسهلا فيك. إذا منكون هلأ مع فيديو عن رباب النعيمي ومنش عم نتابع لايف. عيش من عاش لنفسه فقط. أنا أستثمر في الخير ومن ثم في الأعمال، هذه العبارات التي ترددها دوماً السيدة رباب عطو النعيمي التي أبصرت النور في جنوب لبنان وتحديداً بلدة برج قلوي. حكيلي حكيلي عن بلدي حكيلي يا نسيم اللي مارق على الشجر مقابيلي، عن أهلي حكايلي عن بيتي حكايلي عن جار الطفولة طويل. ومن يعرف الجنوب وأهله فهو على يقين كم هم معطاؤون ومحبون للخير. وشاءت الأقدار أن ترتبط برجل الأعمال الإماراتي السيد عبيد بن صالح النعيمي، ومن منكم لا يعلم بسخاء وخير أبناء زايد.
فكانت للسيدة رباب النعيمي أول تحية شكر لمسقط رأسها حينما بنت لله بيتاً. حين تدخل بلدة برج قلوي وتتجول بين أهلها، يكفي أن تذكر اسم الحاجة رباب، فكل صغير وكبير يعرفها. فلقد بنت لها بيتاً بين أهلها لتكون بينهم وتتمكن من مساعدتهم، فباب بيتها لم يغلق يوماً في وجه زائر. مين اللي قال أنه أنا بس عم ساعد بمنطقتي أو بالضبط بمنطقة برج قلوي؟ هو أساساً الواحد لازم يبلش من بيته، من ضيعته، واللي ما في خير بأهله ما في خير بحدا. وهي اليوم تستعد لبناء مشروع قدم.